عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. ودلوقتي معنا عشرة آلاف موبايل آيفون استخدمها مجموعة من الأشخاص في عمل عرض أشبه بإسقاط قطعة دومينو. خلينا نشوف مع بعض. مظاهر خلابة رصدتها كاميرات المصورين لنوع من الأسماك بيهرب من السمك الأكبر منه بأنه بيطير خارج المياه، لكن من سوء حظه أن الطيور بتصطاده. تعالوا نشوف. كتير بنشوف أعمال فنية من الأخشاب، لكن مش كتير مننا بيعرف إزاي بتتعمل. هنشوف دلوقتي بعض الإبداعات بالأخشاب. مكنتش أتخيل الموضوع بالتعقيد ده. دلوقتي معادنا مع أسعار العملات. دولار أمريكي شراء 7.78، بيع 7.83، يورو 8.25، 8.36، استرليني 11.72، 11.82، ريال سعودي 2.7%، 2.8%، درهم إماراتي 2.11، 2.12. وإلى حالة الطقس. القاهرة العظمى 26، الصغرى 16، الإسكندرية 24، 18، شرم الشيخ 26، 21، الغردقة 29، 16، الأقصر 28، 14، وعن أسوان العظمى 29، الصغرى 15.
إلى هنا انتهت نشرة أخبار مصر اليوم من القاهرة والناس. أشكرك سارة، شكرا دكتور إيهاب، وشكر موصول إليكم مشاهدينا. وغدا نشرة جديدة من المصر اليوم، وتلتقون بعد قليل مع إبراهيم عيسى.